وأهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى، ونرحب بضيفنا في الاستديو الوكيل المساعد لخدمات العملاء بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الأستاذ أحمد الرشيدي، واللي راح نناقش معه أهم ما يتعلق بمشروع حافز ورؤية الوزارة التنموية. أهلا وسهلا بك سعادة الوكيل. حياك الله أختي كريمة، ويشرفني أكون معكم في هذا اللقاء اليوم. في البداية حابين نتكلم عن مشروع حافز اللي تم إطلاقه من قبل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ما هو هذا المشروع؟ طبعا حافز الترشيد هذا مشروع طرحته الوزارة لتشجيع الترشيد من استهلاك الكهرباء والماء. هذه من ضمن المشروعات اللي قامت فيها وزارة الكهرباء والماء للدعوة إلى ترشيد الاستهلاك وتخفيض نسب الاستهلاك للكهرباء والماء. فلقينا أن من أهم الأمور أن نتعامل بجانب آخر بإضافة إلى التوعوي ومن خلال الحملات الترشيدية السابقة اللي قامت فيها الوزارة وفضلت على لاقت نجاحات سابقة، أن نساعد أيضا في إيجاد وسيلة جديدة لتحفيز العملاء الكرام على أنهم يرشدون. لما يرشد راح يحس أن هناك عائد مادي، فيصبح أن هناك في نوع من المكافأة اللي راح يلقاها فتساعده على الترشيد. فهي نوع جديد من أنواع الترشيد، أو خلينا نسميها التحفيز للعملاء الكرام من المواطنين في ترشيد استهلاك من الكهرباء والماء وتنفيذ لقرار صادر في 360/2020 في الوزارة لإنشاء برنامج أو منح الحوافز حافز الترشيد هذا. نعم. ومبني على المادة الثانية من قانون 20/2016 اللي تعطي الوزارة الحق في أن تمنح حوافز للمواطنين الذين نظير ترشيد استهلاكهم الكهرباء والماء. نعم سعادة الوكيل، شلون راح تمنحون هذه الحوافز؟ يعني شلون هذا برنامج حافز، كيف أو ما هي آلية هذا البرنامج؟ طبعا حافز الترشيد هو نظام وضع بحيث أنك أنت تقدر تقدم تنضم لهالبرنامج هذا من خلال الدخول على موقع الوزارة الإلكتروني. نعم. إذا كان الشخص تنطبق عليه الشروط الموضوعة لهذا البرنامج، ونقدر نختصرها بالآتي، أنه يكون مواطن كويتي طبعا. نعم. عنده سكن خاص، حاليا راح نبدأ في السكن الخاص. نعم. في السكن الخاص، وأنه يكون عنده العداد الكهرباء مضى عليه 12 شهر، ما يكون عليه مطالبات سابقة، يكون دفع اللي عليه من الفواتير المستحقة سابقا كهرباء أو ماء، ما يكون عنده أي مخالفات قانونية أو ضبطيات قضائية. هذا الشخص يكون من الذين لهم الحق في الانضمام لهذا البرنامج والتسجيل فيه. لما يسجل في البرنامج نقوم احنا بالوزارة بإدخال بياناته، نقارن هذه البيانات من خلال أن نسوي له منحنى مرجعي للاستهلاك. نعم. معدلات استهلاكه تكون عندنا قدامنا، نضع له بيانات حول معدلات استهلاكه. نعم. ونعطيها إياه في صفحة خاصة فيه في موقعنا الإلكتروني، يدش من خلاله ويشوف معدلات الاستهلاك المرجعية بالنسبة له اللي مقارنة مع استهلاك السابق. نعم. ونبدأ نتابع معك إدخال قراءاته مرة شهريا على الأقل، لابد أن يدخل، هذا من الشروط أيضا أن يدخل قراءته مرة شهريا، ومن خلال إدخال قراءته. نعم. نبدأ نطالع كم اللي منو وفق. اللي يحط القراءات سعادة الوكيل، الشخص نفسه؟ حاليا من خلال هذا النظام الآن الشخص نفسه مدعو المنضم لهذا البرنامج أن يدخل بيانات القراءة من خلال الموبايل ومن خلال التطبيق اللي عندنا. نعم. طبعا نذكر أعزائي المشاهدين أن الموقع الإلكتروني سوف يظهر على الشاشة للتسجيل بهذا المشروع، مشروع حافز. طبعا كما ذكر سعادة الوكيل أن من أحد شروط الانضمام لهذا البرنامج 12 مرور 12 شهر ليتم المقارنة مع القراءات السابقة بالقراءات الجديدة. خليني أوضح هذه، لا 12 هو شروط الانضمام للشخص، يجب أن يكون العداد مسجل باسمه صار له 12 شهر. لكن لما يبدا معنا برنامج راح تبدا عمليه التحفيز من اول مره. نعم. يعني اول ما لو افترضنا دخلنا يعني على شهر 8 يعني المكافأة على القادم وليس على القادم. ما مضى. لكن الماضي راح ناخذه كمرجع. نعم. ونسوي احنا في قراءات مرجعيه، وراح يشوف العميل في صفحته الخاصه فيه ويطالع انه شهر، لو افترضنا انضم معنا شهر 8 راح يطالع الان شهر 8 المرجعي بالنسبه له هو كذا، القراءات مثلا في الكهرباء يفترض ان يكون هذا معدلاته، اذا هو حقق قراءة استرشيد أقل من المعدل راح ياخذ بناء على النسبة اللي يخفض فيها ترشيده أو يخفض فيها استهلاكه خصم على فاتورته. طبعا الحوافز نوعين. كثر الخصم؟ اي
الخصم راح يكون عندنا في كهرباء وفي ماء. نعم. الكهرباء الخصم إذا حقق نسبة ترشيد من استهلاك الكهرباء مقارنة مع المرجع بالنسبة له نفس ذات الفترة. نعم. شهر 8 مرجعية شهر 8 السابقة له، راح نقارنها ونشوف لو افترضنا حقق 5% معناها أنه راح يأخذ خصم على فاتورته 10%. نعم. بهالطريقة هذه يعني النسبة متفاوتة على حسب نسبة الترشيد. الترشيد فعندنا في الكهرباء يصل ممكن إلى 40% خصم على فاتورة من قيمة فاتورة الكهرباء، ويصل في المياه 50% من قيمة فاتورة الماء. هذا نعم. فاتورة الكهرباء تشمل الماء والكهرباء. فهني عندنا حافزين، الأول إذا حقق نسبة معينة ممكن لو افترضنا وصل إلى 10-20% رشد ممكن ياخذ 40% خصم على فاتورته. لما تكلم عن نسبة هي نسبة استهلاكه للكهرباء، مثلا لو افترضنا انه يستهلك 20,000 كيلو وات في هذه المرجعية بالنسبة له الان، في وقت شهر 8 عقب ما سجل معانا استهلك 15,000 كيلو وات فحقق تقريبا 20%، فاصبح عنده 5,000 كيلو وات تعادل 20% من استهلاك المرجعي اللي احنا نقيس عليه، راح ياخذ 40% خصم من قيمة الفاتورة. ال 15,000 كيلو وات تعادل تقريبا 30 دينار. ال 30 دينار هذه راح ياخذ خصم عليها 40%، بحيث انه راح نجمع له طبعا راح يدفع 30، لان شروط حافز انك انت تدخل قراءتك شهريا وتدفع الفاتورة كما هي شهريا. العوائد تجمع، الحوافز حافز شهر 8 اللي قلنا احنا الان 40% من ال 30 12 دينار تقريبا. نعم. هل 12 دينار راح نجمعهم له حسب القانون تمنح الحوافز نهاية السنة الميلادية، فنجمع له مثلا شهر 8 وشهر 9 ما حققه من خصومات في الكهرباء وفي المياه تجمع وتنزل في رصيده في نهاية العام اللي في نهاية في ديسمبر. يعني مو شهرية، يعني في نهاية العام تنزل هذه الحوافز وتضاف إلى السنة الجديدة وتكون رصيد له. نعم. يؤخذ منها فاتورة شهر 12، إذا كان المبالغ الموجودة تغطي وزيادة تستمر معاه ممكن نخصم منها قيمة فواتير واحد واثنين وغيره. نعم. وهم إذا كان يحقق هم بعد ترشيد راح تستمر معاه عملية الترشيد. نعم. يعني حوافز تمنح بناء نظير ترشيدك للاستهلاك في فترات متفاوتة من على مدى انضمامك للبرنامج، وتسجل وتجمع لك كل شهر، إذا كان يحقق كل شهر يجمع له شهريا. طبعا نرجع ونذكر مشاهدينا أن التسجيل في هذا البرنامج يتم عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. سعادة الوكيل، برايك شلون راح يساهم هذا المشروع في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء وأيضا تقليل الأحمال على الطاقة الكهربائية؟ طبعا غايتنا من وجود هذا البرنامج هي أن نصل إلى ترشيد الكهرباء والماء، بحيث أن الناس لما تبدأ تحس في قيمة الترشيد وأن يكون هناك عائد مادي، بدأت الناس تحس في وجود عائد مادي يدخل لمردود ويشوفه. هني هذا راح يؤدي إلى أن يغير نمط الاستهلاك ويشجع على تقليل الاستهلاك، فهني راح نحقق أكثر من غاية من غاياتنا، بمعنى أن واحد قلصنا أو قللنا كميات الكهرباء والمياه التي تصرف. لما هذا على المدى القدام وينتشر معانا الاستخدام أو الانضمام لهذا البرنامج وتنتشر ثقافة التحفيز سواء من خلال هذا البرنامج وأيضا من الأدوات اللي راح نقدمها للجمهور حتى من خلال الإعدادات الذكية وغيرها، هذه الأمور راح تعطي العميل لنا نظرة أنه يطالع استهلاكه فيبدأ يرشد. لما يبدأ يرشد على المدى البعيد راح نبدأ نتكلم عن المنظور القريب أيضا، ما راح تحس فيه من خلال الترشيد أنه راح تكون في تأثير على كمية الوقود التي تصرف لإنتاج الطاقة الكهربائية والمياه، راح يكون فيها فائدة في تعظيم إيرادات الدولة. إحنا الآن لما الشخص يدفع اللي عليه أول بأول ولما يستخدم هذا النظام، لما تستخدم النظام تكون داش الآن دفعت ما يستحق عليك سابقا وتبدأ تدفع الحالي وانت ماشي في نظام الترشيد، يعني فاتورتك راح تكون معقولة، فلما تكون معقولة راح تساعدك على أنك تدفع أول بأول. صحيح. فهني بالنسبة إلى المواطن راح يساهم أو راح لما يتعامل بهذا الأسلوب يدفع الفاتورة أقل تكلفة عليه ما يكون مجمعة
شهور ويبدا يطالع المبلغ كبير ويبدا يكون ثقيل عليه. فهذا احد من الاشياء اللي راح تساهم فيها عائد على الدوله من خلال ان لما نرشد في استهلاك كهرباء الماء راح ما نحتاج ان نصرف وقود اكثر لانتاج طاقه اكبر ما نحتاجها اذا بدينا نرشد الان. نعم. فاصبح في توفير عائد مادي على الدوله في كميات وايضا على المواطن بحيث انه يحس الان اصبح يحس فيه انه صحيح. في عائد مادي يجده في نهايه السنه موجود كرصيد لا نازل يستفيد منه. طيب سعاده الوكيل، هذا المشروع يشمل كما ذكرت قبل قليل السكن الخاص، ماذا عن السكن الاستثماري وأيضا المشاريع التجارية التي أيضا تستهلك الكهرباء قد يكون بشكل كبير، فهل مستقبلا في خطة لانضمامها تحت سقف هذا المشروع؟ طبعا احنا الان نعمل من خلال نطاق القانون انه يمنح المواطن في السكن الخاص، لكن هذه ممكن في تطبيقنا الاول راح يكون بهذا الشكل على المواطنين في السكن الخاص، ما يمنع ان يتم دراسه تعميم التجربه على المواطنين في الانشطه الاخرى. نعم. فهذه لكن احنا بدايتنا حاليا بدينا في تطبيق الجزئيه الخاصه مواطن في السكن الخاص، راح نستمر ان شاء الله وراح نشوف اضافه انشطه وقطاعات اخرى باذن الله تعالى. باذن الله. سعاده الوكيل جديد مشاهدينا ويمكن كثير لا يعلم عن هذا المشروع، ولكن في هذه الفترة القصيرة شلون تشوف او ترصد ردود الافعال على هذا المشروع؟ طبعا احنا بدينا من شهر 2 تجريبيا وما كثفنا الحملة الإعلامية حتى نتأكد أن البنية التحتية تكون مستقرة ونبدأ من خلال من انضموا إلينا بالتأكد من جميع الإجراءات المرتبطة بتطبيق الحافز. من قبل حوالي 3 أسابيع بدينا في حملتنا المكثفة الآن اللي من خلال هذا اللقاء، أيضا نشكركم على هذا اللقاء لإيصال الرسالة للجمهور. لاحظنا أن في هناك تفاعل كبير جدا من خلال زيارة موقعنا، من خلال عدد الزيارات لصفحة حافز على موقع الإلكتروني للوزارة، حركة الانضمام زادت تقريبا حوالي يمكن 60-70% عن ما كان سابقا. كانت النسبة متدنية في الفترة الأولى، كاد نلاحظ فيها زيادة. ما أخفى عليك أن احنا في عندنا شرط أنه يجب أن يدفع ما سبق حتى يدخل في البرنامج، وهذه يمكن الناس لما تدش قاعد تطالعها، فيمكن على اساس انه يبرمج وضع المادي حتى يستفيد من البرنامج، لانه راح يكون له عوائد كثيره جدا بالنسبه له. من ينضم الان راح يحصل على الفوائد في الفتره اللاحقه. طبعا من ينضم الان للحافز، اذا انت انضميت للحافز راح يكون لك فرصه انك انت تاخذ حافز. اذا انت ما وفرت ما راح يصير عليك شيء اضافي. طيب الناس اللي عندهم فواتير كبيرة مثلا قد تصل إلى 2000 أو 3000 دينار، إذا حب أنه ينضم إلى هذا المشروع ودفع كل المبلغ اللي عليه، ما له مكافأة في هالبرنامج؟ كمكافأة خاصة لا، بالنسبة له أن مكافأة لما ينضم للبرنامج راح يأخذ الإيجابية، يعني تتم الحسبة من أول وجديد، من أول الانضمام يسوي وضعه معانا أساس يدفع فاتورته أو تسوية الفاتورة حتى يدش في البرنامج. إذا دخل في البرنامج راح يبدأ يستفيد من الميزات المالية. ما أخفى عليك أستاذة أنك قاعد نتكلم عن خصم 40% من قيمة فاتورة الكهرباء، وممكن تصل معك أيضا إلى 50% من فاتورة المياه. كل ما زادت نسبة الترشيد عندك في الكهرباء والماء كل ما زادت فرصتك أنك تقلص الفاتورة. إذا نتكلم عن الماء نوصلها لك للنص، للنص إذا أنت رشدت ما يزيد عن 25%. صحيح. الفوائد المرجوة كنظرة اقتصادية راح تكون سواء للمواطن أو للدولة كبيرة جدا. فالفوائد أنا أحث العملاء الكرام على الانضمام للبرنامج بما تنطبق عليهم الشروط، وسألك أنت راح تدفع الفاتورة. الفاتورة هذه ممكن تسويتها مع الوزارة حتى تنضم للبرنامج، حتى ما نضيع عليك الفرصة، ممكن تصير في تسوية لك وتدش البرنامج معانا وتنضم للبرنامج، ومن خلال هذا البرنامج تبدأ تحصل على الفوائد المرجوة. واحنا كدولة نتكلم عن كوزارة كهرباء وماء وطاقة متجددة، من خلال هذه الحملات الترشيدية نحقق أن نقلص الحاجة إلى الوقود التي تصرف على إنتاج الطاقة الكهربائية والمياه، بالتالي نوفر على ميزانية الدولة، وبالتالي يكون في أكبر على العملاء. نعم سعادة الوكيل، حابين نشوف معك هذا استطلاع للرأي عن مشروع حافز والطاقة المتجددة مع بعض المواطنين وأصحاب الشأن، نشوف معك هذا الاستطلاع.
وعدنا إلى ضيفنا في الاستديو الوكيل المساعد لخدمات العملاء بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الأستاذ أحمد الرشيدي. أهلا بك من جديد. حياك الله أخي الكريم. سعادة الوكيل، ما هي الجهود في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في تحقيق رؤية كويت جديدة 2035؟ هناك العديد من الجهود الكبيرة التي تبذل في الوزارة حاليا، يعني من خلال يمكن هذا البرنامج أحد هذه البرامج اللي تعمل من أجل تنمية استدامة الموارد الطبيعية في البلاد، أيضا من خلال التحول الرقمي اللي تقطع الوزارة حاليا في تطوير أعمال الوزارة والتحول الرقمي في مجالات عديدة جدا، سواء كانت في مجالات الأعمال الداخلية أو في كيفية تنفيذ الأعمال أو في أدواتها اللي تستخدمها في سواء محطات القوى ولا في النقل أو في التوزيع وغيرها من المشاريع الكبرى التي تكون فيها الوزارة، أيضا في مواضيع المشروعات المرتبطة بالطاقة المتجددة. فالوزارة من ضمن منظومة الحكومة في توجهاتها للتنمية 2035، فمشاريع متعددة متنوعة. نعم. تحول رقمي كامل قاعد نشتغل فيه بالوزارة، وفضل الله تعالى حققنا في نسب عالية جدا من خلال تعاون الزملاء والزميلات في مختلف قطاعات الوزارة، بعد أن تم وضع رؤية أو خارطة الطريق للتحول الرقمي منسجمة مع برنامج عمل الحكومة. نعم. وتتوافق معه بشكل كامل. بدأنا بتطبيقاتها من 9/2019 ومستمرين فيها بتعاون جميع الزملاء والزميلات وتوجيه مع الوزير باهتمام بتنفيذها وتطبيقها. الإجراءات اللي يتم في من خلال المشاريع التنموية المختلفة، وضع الضوابط والإجراءات التي تنظم ما يتم من أعمال، مثلا حاليا في عمل على منظومة كود الطاقة، وهذه المنظومة كيفية الترشيد وأهمية استخدام المرشدات وكيفية الارتباط والتوجه نحو أن يتم تحفيز الجهات الحكومية والتأكيد عليها بالتزام معايير معينة في استخدامات الطاقة، أيضا في مشاريع الوزارة المختلفة في إنشاء المحطات أو توجه نحو الطاقة المتجددة. إذا تكلمنا سعادة الوكيل عن الطاقة المتجددة، وين وصلتوا في مشاريع الطاقة المتجددة، خاصة أنها تعتبر أحد أهم المشاريع الحيوية؟ طبعا بدأت الوزارة في مشروع سابق حتى الآن ينتج 70 ميجا وات بالتعاون مع معهد الأبحاث، محطة شقاية ما بين 50 ميجا وات طاقة كهربائية و10 رياح. فاحنا الان عندنا هذه الطاقه المنتجه من الرياح ومن الطاقه الشمسيه والطاقه الضوئيه، في الان بالتعاون مع هيئه الشراكه في مشروع للوزاره لانتاج 3500 ميجا وات من الطاقه الكهروضوئيه طاقه متجدده، باذن الله تعالى في طور الطرح من خلال تنسيق مع اخواننا في هيئة الشراكة، بحيث يتم بالتعاون مع القطاع الخاص وهيئة الشراكة ويتم التوسع في الطاقة المتجددة وتنفيذها. في الوزارة قائم الأعمال على قدم وساق في وضع المعايير المرتبطة بالتجهيزات المتعلقة باستخدامات الطاقة الضوئية، وراح يكون لها نصيب أيضا معانا في مشروع حافز للترشيد، لأن هذا الجزء راح يكون من خلال الضوابط التي توضح حاليا من قبل إخواننا في المجال المختصة في موضوع الطاقة الضوئية والأدوات التي تستخدم والمرشدات وغيرها وكيفية احتسابها، وراح تكون من ضمن حافز الترشيد لمن يستخدم الطاقة الضوئية على المنازل. هذا غير اللي احنا نتكلم عنه كمشروع توفير طاقة متجددة استغلالها في زيادة منظومة الكهرباء والماء. نعم، برأيك راح نوصل لمرحلة سعادة الوكيل أن نعتمد اعتماد كلي على الطاقة المتجددة في البلاد؟ احنا بإذن الله تعالى قاعدين نسعى نعمل على أساس أن نحقق رؤية 2030 اللي كانت موضوعة من المغفور الله صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح رحمة الله عليه، أن نحقق على 15% من استهلاك البلاد في 2030 من الطاقة المتجددة، وهذا يمكن حوالي 3500 إلى 4000 ميجا وات راح تساهم فيها. نسعى في زياداتها لاحقا لأن لها فوائد كبيرة جدا، سواء تقليص تكاليف الوقود، أنا أرجع الوقود لأن نتكلم عن أن الوقود نشتريه بالسعر العالمي ونشغل فيه المحطات،
وممكن يباع ولا يكون يستهلك في إنتاج الطاقة وغيره. أيضا راح يوفر من انبعاثات الكربون والغازات الضارة للبيئة. نعم. فتوجه الوزارة على بيئة صحية. نعم. فالطاقة المتجددة من ضمن مشروعاتنا الرئيسية والتوجه لها ماشي بشكل واضح، خاصة بعد نضيف اسم الوزارة أضيف إليه الطاقة المتجددة في التشكيل الأخير. صحيح. وعلى هذا الأساس زيادة في الإخوان قاعدين يضعون جميع الإجراءات المرتبطة بوضع هذا التصور على مسار الاستعجال في التنفيذ. نعم سعادة الوكيل أحمد الرشيدي، نذهب لمشاهدة هذا التقرير اللي أعد لنا الزميل فهد التركي ونرجع نكمل حديثنا. ورجعنا لكم مجددا، وضيفنا الأستاذ أحمد الرشيدي الوكيل المساعد لخدمات العملاء بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. بالنسبة للخدمات الإلكترونية سعادة الوكيل، وين وصلتوا فيها؟ بفضل الله تعالى، يمكن نتكلم قبل شوي عن التحول الرقمي، احد روافد التحول الرقمي في تغيير الاعمال في الوزاره بتعاملنا مع الجمهور او تنفيذ اعمالنا مع زملائنا داخل الوزاره. لدينا حاليا تقريبا 43 خدمه الكترونيه موزعه على جميع انشطه الوزاره، سواء كانت للتعامل مع موظفينا او مع قطاعات الاعمال او بيننا وبين الجهات الحكوميه. فاصبح الان هناك لمعظم خدمات الوزارة التي تقدم إلكترونيا، بحيث متاح لجميع عملائنا اللي يحتاجون تعامل وزارة الكهرباء، سواء كان في معاملات إيصال التيار الكهربائي أو في تقوية التيار أو في إيصال ارتباطات المياه أو في تعاملات حتى الشركات معانا للتسجيل في الوزارة وغيره، في خدمات دفع الفواتير. قلنا أهم شيء بالنسبة لنا نتعامل مع جمهورنا قضية إدخال القراءات ودفع الفواتير وإصدار شهادات براءة الذمة. كل خدماتنا إلكترونية متاحة للجمهور، بإمكانه أن يتعامل مع الوزارة من خلال الأجهزة المتنقلة، سواء كان الآيباد أو التابلت أو على الأجهزة المتنقلة بشكل عام. نعم. أو خلال اللابتوب اللي عنده. أيضا إحنا وفرنا خدمات إضافية، اللي ما يحب يستخدم الانترنت ويتعامل مع الكمبيوتر والموبايل، بإمكانه من خلال الخدمة الهاتفية أوجدناها الخدمة الهاتفية من شهر 6/1/5/3 مركز دعم خدمات العملاء. هذا المركز يقدم خدمات إنجاز المعاملات لخدمات العملاء. نعم. إدخال فاتورة، قراءة فاتورة، دفع فاتورة، إصدار براءة ذمة، نقل العداد، غيرها من الخدمات اللي يحتاجها مع خدمات العملاء، بدال ما يروح المكتب خدمة العملاء أو إنه يستخدم موقعنا الإلكتروني في التعامل معنا، بإمكانه من خلال التليفون يتعامل مع زملائنا ونوجههم التحية، يداومون من الساعة 9 الصبح. الآن من الساعة 8 الصبح إلى الساعة 9 مساء، احنا بدينا كنا أيامها كنا ندام من 9 إلى 9، الآن من الساعة 8 صباحا إلى 9 مساء على مدار الوقت هذا طيلة أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس، أيام الأسبوع أيام العمل، يقدر ينجز أعماله معانا من خلال التليفون. نعم. نخلص مع عملته. فخدمات الإلكترونية متاحة على موقعنا الإلكتروني من خلال تطبيقاتنا وتطبيقنا على. نعم. الموبايل، بالإضافة إلى الخدمات الهاتفية، يعني 34 خدمة 43 خدمة يتم تقديمها عبر الموقع الإلكتروني، وأيضا هناك الخدمة الهاتفية لتسهيل إنجاز المعاملات ودفع الفواتير وما إلى ذلك، الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. طيب بالنسبة لإقبال العملاء بسعادة الوكيل، هل تجد أن الإقبال أكثر على الطرق التقليدية أم الطرق الحديثة اللي وفرتوها؟ في بداياتها كنا نعاني من قضية الإقبال، ولكن من بعد ما أتت جائحة كورونا، وهذه يمكن إيجابيات كورونا. نعم. سبب من نوع من الإيجابية، إذا كان هناك إيجابية فهذه إيجابية، أن بدأت الناس تستخدم الخدمات الإلكترونية بكثافة، وبدأنا نلاحظ زيادة كبيرة جدا في استخدام خدماتنا الإلكترونية وموقعنا. نعم. موقعنا الإلكتروني وتطبيق الموبايل، خاصة في إدخال القراءات، خاصة في التعامل لدفع الفواتير وطلب شهادات براءة الذمة، إيصال التيار الكهربائي مع إخواننا في المكاتب الهندسية وحركة البناء مستمرة كانت حتى أيام الجائحة، كنا نقدم خدمات وإخواننا في
قطاع التوزيع، شبكات التوزيع كانوا يشتغلون بحيث أن يتعاملون مع الطلبات اللي ترد إليهم إلكترونيا وردون عليها إلكترونيا في حتى فترة الجائحة. يعطيكم العافية. الصراحة يعطيك العافية سعادة الوكيل ونورتنا اليوم. ومشاهدينا كان معنا الوكيل المساعد لخدمات العملاء بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الأستاذ أحمد رشيدي. شكرا جزيلا لك على تواجدك اليوم معنا. شكرا لك كريمة، وأشكركم وأشكر طاقم البرنامج على هذه الاستضافة، وأتمنى أكون وصلت رسالة الوزارة في هذا المشروع المهم اقتصاديا للوزارة وللمواطن. نعم قواكم الله. شكرا لك. وصلنا معكم مشاهدينا إلى نهاية حلقتنا هذا الأسبوع، نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج مال وأعمال. إلى اللقاء.